هلا يا الرابع، اليوم بنتكلم عن امينو اسيد وهل هو مهم ان تقط بيضاتك عليه ولا لا. انزين، طبعا احنا الامينو اللي نستخدمه من شركة اون في 2222 حبة اسمه سوبيريور امينو. انزين، فشنو اقول لهم يا اخي اهم فايدة من الامينو؟ شنو اهم فايدة؟ يغذي العظم. يغذي العظم بعد صراحة بعد لو انه يطلع عروج إيه لاحظ شوي تعرض. إذا أنت ناشف إنزين ما فيك فات وايد بيطلع لك شوي عروج في يدك، في بطنك، في صدرك، في شولدرك. إنزين بعد ثالث شيء بيعطيك مكمل بدل الوجبات فيهم كمية معينة من الأمينو أسيد. الأمينو أسيد نفسه في كمية عالية من الأمينو أسيد، فيعطيك بدل الوجبة الأمينو أسيد اللي بطنك يحرق يطلع الأمينو أسيد من الوجبة، هو يعطيك دايركتلي يعني. صح. واخر شيء اهم شيء برو، مصر ريكفري. عدل برو، قول لهم مصر ريكفري. مصر ريكفري انزين يعني شنو مصر ريكفري؟ اشرح لهم يا اخي. قول لهم برو، انت من ساعه قلت لي اشرحها يا اخي. شنو مصر ريكفري؟ مصر ريكفري يعطيك مثلا ريكفري حق العضل، يعني ما يصيدك الوم يوم الثوني. صح. يعطيك يعني ريكفري، يعني ما تعرف شنو ريكفري، يعني اذا انت متمرن وقاعد تشيل اوزان وايد ثقيله وجسمك يعني التيشيو مال المسل قام يتفتت، وهاي هذا يسوي له ريبير، يعدل التيشوز اللي اختربت في الجيم بسرعه عشان تقدر تتمرن من اول. زين، وبعد انا بقول لكم هذه انا شنو استفدت منه. يعني احنا ردي الطقس قال لكم فوائده، بس هل هو انه مهم تقط بيضاتك عليه ولا لا؟ من ناحيتي انا اقول لك لا، انا صراحه غلط شريته. ليش؟ لانه اوريدي الواي بروتين، زين الواي بروتين already في امينو اسيد already في، واذا انت تاكل already دي اي سمك لحم هالسوالف وقاعد تاكل بكميه اللي هي تناسبك حق جسمك وعلى وزنك، ما تحتاج امينو، لان انت already قاعد تحصل الكميه اللي تحتاجها من امينو اسيد. فهذه هو التوبيك. فاذا انت ما تقدر تشرب بروتين شيك قبل الوجبه، وما تقدر تشرب بروتين شيك قبل التمرين وعقب التمرين، ننصحك تاخذ امينو اسيد، ان تاخذ الامينو اللي تحتاجه في اليوم، ان لان هذه السيرفنج مال يكون 6 حبات، حبتين قبل التمرين، حبتين قبل الاكل، وحبتين عقب التمرين، يعني قبل التمرين عقب التمرين وقبل الاكل. فبس هاي الفيديو، انا نصحك اذا انت يعني عندك ما عندك بيزات كفايه، قط بيزاتك على بري ورك اوت مثلا جاك 3 دي، ولا شنو بعد مستر هايد، ولا شنو ذاك اللي تستخدمه بري ورك اوت زين ذاك C4، والثاني يا اخي شو اسمه سوبر تشارج. قط بيزاتك على هالاشياء بدال امينو. يعني صراحه يعني انا شريتها ب 14، وعلى قولة الطقس نصبوني هو بكم شريتها؟ 10. يعني حتى المحلات قاموا يبيعون باسعار مختلفه، فحاسبه. بعد روح شوف لك محل رخيص واشتر لك السبلمنت اللي انت تحتاجه. المهم لايك كومنت سبسكرايب، وفي النهاية خليك واحد.